بسم الله الرحمن الرحيم. والدكتور أيمن عبد الحميد رئيس الاتحاد الجغرافي للطرفين، الساده اعضاء مجلس الاداره، الاخوه الحضور. هبدا واقول يعني انا فهمت سر يعني تحقيق الانتصارات بعد كلمه الدكتور أيمن الحقيقه، لانه واضح ان هو يعني كلماته بالتاكيد هتكون زي ما كانت مؤثرة علينا دلوقتي واحنا مش في المجال يعني او مش في الملعب، انما اكيد ليها تأثير السحر في نفوس بلدنا الحقيقة، لان طبعا زي ما انتم كلكم عارفين الجانب النفسي والاحساس بالوطن والمسؤولية وتحقيق مكسب يرفع علم بلد، اعتقد ان الجانب النفسي بيبقى مهم. أنا عرفت قد إيه إن في رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة واضح إنه كلهم من الوطنيين في الحقيقة، اللي تأثيرهم النفسي قبل الفني واضح في تحقيق المدنيات. دي البداية اللي هي أنا شعرت بيها. أما الجانب الآخر في الحقيقة إن أنا فعلاً متابع للعبة الكاراتيه من أما كنت عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي. أسرة الكرامية طبعا كانت من الأسر اللي احنا بنتابعها، دكتور مراد عاصم طبعا موجود